في الداخل الإيراني شهدت عدد من المحافظات والمدن الإيرانية شهدت تظاهرات وأضرابات عمالية حاشدة احتجاجا على سياسات نظام الولي الفقيه الفاشلة في التعامل مع الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعاني منها. وشهدت العديد من المدن الإيرانية منها العاصمة طهران وأصفهان ومشهد والأحواز المحتلة تظاهرات كبيرة شارك فيها آلاف من المواطنين رفضا لانتهاكات نظام طهران بحق شعبه وما آلت إليه سياسته الهدامة من عزلة دولية يتحمل هو وحيدا مسؤوليتها. كما شهدت العديد من المحافظات اضطرابات عمالية شملت قطاعات النقل والتعدين والصناعة والزراعة احتجاجا على التضييق الذي يمارسه النظام الإيراني تجاه شعبه. هذا وتعيش إيران أوضاعا مضطربة منذ نهاية العام الماضي، زاد من حدتها الإصرار الأمريكي على مواجهة سياسات النظام الإيراني من خلال انسحابه من الاتفاق النووي، إضافة إلى السخط الشعبي المتزايد.